بلال مباراة مع نادي أسوان يوم الأحد قبل مباراة السوبر. طبعا احنا شفنا كلنا نادي أسوان امبارح. نادي أسوان امبارح يعني في بداية مبارياته في الدوري النهاية اللي كانت غالبة عليه ان هو مش عايز يخسر، يعني السعي بتاع نادي الاتحاد انه يكسب كان أعلى شوية من نادي أسوان. نادي أسوان طبعا مليون المية هيبقى جاي بفكر معين، كابتن ربيع ياسين عارف كل صغيرة وكبيرة عن النادي الأهلي. أعتقد هيبقى مباراة من المباريات الصعبة برضه، خصوصا الأسلوب الدفاعي اللي هيلعب بيه أسوان. النادي الأهلي لا يخفى على أحد، يعني أي حد أي مدير فني في مصر هتقول له إن الأهلي بيلعب إزاي، هيقول له هيقول لك بيلعب بـ 3 4 2 3 1 وبيعتمد على أطراف الملعب وبيعتمد على التحركات بتاعت يعني مدروس. الأهلي مدروس، الأهلي فرقة كبيرة، الفرق الكبيرة دايما بتبقى تحت أنظار كل الفرق يا كابتن أيمن. اي مباراه هيلعبها الاهلي السنه دي مباراه صعبه مش مباراه سهله. نادي الاهلي بطل، وضع طبيعي جدا تلعب قدام النادي الاهلي، مدير فني عايز يثبت ذاته وامكانياته، كل لعيب في الملعب بيبقى عنده روح قتاليه عاليه جدا قبل الاداء الفني. اسوان عمل توليفه جيده السنه دي مش وحشه، يعني يعني كلهم لعيبه اكس دوري عام قبل كده، يعني مش مطلوبين في الانديه الكبيره لكن عندهم خبره في الدوري العادي. ممكن مدير فني زي كابتن ربيع ياسين يعني حد كويس يشتغل معاهم صح، يدخلهم الاجواء، خاصه ان انت يعني اللي كان معهود على الدوري العام المصري انه برضه دوري مش قوي، يعني مش اعنف حاجه يعني المستويات بالظبط، يعني اللياقه البدنيه مش افضل حاجه، التخبيط مش افضل حاجه، يعني دوري حلو تقدر تلعب فيه يعني مستريح. اسوان مغلوب الماتش اللي فات، كان بيلعب بتحفظ زي ما انت زي ما شفنا مع الاتحاد تمام، اتغلب بنتيجه 1-0، هي مش النتيجه الكبيره يعني ما تاثرش على معنويات فرقه اسوان قوي، يعني ما تخليهمش يبقوا ايه متضايقين قوي، متضايق عشان اتغلبت لكن برضو 1-0 نتيجه مش كبيره، فاهم قصدي؟ كان ممكن يتعادل في بعض الاوقات، كان ممكن يتعادل في بعض الاوقات. هيلعب النادي الاهلي، شاف النادي الاهلي النهارده، شافوا الماتشين اللي فاتوا، عارف ان النادي الاهلي فرقه هجوميه بتعتمد على الاداء الهجومي بشكل كويس، اعتقد ان هو عايز يخرج من الجيم رقم واحد انه يتعادل، رقم واحد تمام؟ مش عايز اقول انه يتغلب عشان ما تبقاش قاسيه شويه على الانديه، فاهم قصدي؟ بالظبط، مش عايز يخسر، يعني عايز يدخل الجيم مش عايز يخسر، تمام؟ الاهلي بمعنويات عاليه كبيره جدا، النادي الاهلي داخل بيها الماتش اللي جاي. خد بالك انت عندك بعد الماتش ده عندك سوبر المصري، مباراه يعني هتبقى مباراه بالنسبه لك. النهارده المدير الفني اعتقد انه بيفكر فيها من دلوقتي، مش من بعد مباراه اسوان، من دلوقتي بيفكر هيلعب الزمالك ازاي، لان النهارده الزمالك لو كسب خد بالك هيبقى صراع قائم لنهايه الموسم، لنهايه الموسم مش بس لدلوقتي، فاللي هيكسب في السوبر ده هيأثر عليه سلبا او ايجابا، ده وضع طبيعي. المباراه اللي جايه مش مباراه سهله، ولكنها انت ممكن تسهلها لو اديت بنفس الاداء اللي اديته النهارده، لو ضغطت على فرقه اسوان بشكل كويس، لو عملت ستريتش عرضي للملعب بشكل كويس، اللعيبه بتاعتك ابتدت تلعب باس ريباس بشكل سريع جدا عشان يخلقوا مساحات ليهم ان هم يقدروا يسجلوا هدف، واستغلال الفرص المتاحه ده يخليك تكسب اي فرقه في مصر مش بس اسوان.